الصحراء الجزائرية أصبحت في الآونة الأخيرة الوجهة السياحية المفضلة لدى العديد من السياح الأجانب وحتى من داخل الوطن، وذلك لما تتمتع به من مقومات طبيعية صنفت ضمن التراث الإنساني من طرف منظمة اليونسكو. فخلال الموسم الفارط سجل بولاية جانيت على سبيل المثال توافد أكثر من 5300 سائح من 37 جنسية. وهناك إقبال كبير من الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، ما ننساهاش، المقيمة الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج ولات يعني تفضل أن قضاء العطل الشتوية في الجزائر، وخاصة نحو المدن الجنوبية المعروفة بهذه المناظر السياحية والوجهات السياحية عالميا. عندنا طابع تقليدي مازال حافظين عليه حتى الآن، سواء في العمران سواء في الأكلات أو المعاملة بين والضيافة اللي راح يقوم بها الناس الصحراء والجنوب عموما. الطبعة 22 للصانون الدولي للسياحة والأسفار ميزتها تخفيضات وعروض تنافسية، إلى جانب تسهيلات للسياح الأجانب الراغبين في القيام برحلات لجنوب البلاد عن طريق وكالات سياحية معتمدة تمكنهم من الحصول على تأشيرة التسوية مباشرة عند وصولهم إلى المطارات والمعابر البرية، مما سيزيد من استقطاب السياح قبل أيام من افتتاح موسم السياحة الصحراوية. يعني الخطوة هذه اللي رجعونا يعني لفول نتاع شارتر كيف يعني باري جانيت ديريكتومون، هذا يسهل بالنسبة للسائح الأجنبي، وان بليس يعني هذه تاع التأشيرات يعني تأشيرة يعني اللي راهم ياخذوها على مستوى مطار جانيت، يعني الفيزا ريجيليزاسيون هذه يعني حاجة جديدة إضافة بالنسبة للسياحة، يعني من نوع من التسهيلات، من نوع من يعني التشجيع للوكالات السياحية باش يرجعوا لهذا المهام. في هذه السنة هذه 2023 في بداية الموسم إن شاء الله عن قريب هناك عدة يعني مطارات أضيفت لهذه الوجهة السياحية، واللي منها يستطيع السائح الحصول على التأشيرة أثناء وصوله للمدينة المقصودة. نعطيك مثال، أثناء زار إضافة مطار طمن راسل ومطار تيميمون من خلال فتح خطوط جوية مباشرة من العواصم الأوروبية نحو هذه المدن. السياحة الصحراوية رافد تعتمد عليه الجزائر لجعلها قطبا سياحيا عالميا بامتياز، وعاملا للتعريف بتنوع ثقافات وتقاليد سكان جنوبنا الكبير، إلى جانب كونها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.